الجميع. كلنا نعرف مقدار الاحترام والحب الذي يحمله BTS تجاه المسلمين، واليوم سنتعرف على 10 مواقف وأفعال من طرف أعضاء BTS صدمت المسلمين بطريقة إيجابية. قبل البدء في المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولنوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وتابعوني على الانستغرام لأنني دائما ما أكون نشيطة هناك وأجيب على جميع الرسائل. والآن هيا لنبدأ سريعا في المقطع. في 11 أكتوبر سنة 2019 كان موعد BTS في ملعب الملك فهد في الرياض التي كانت إحدى محطات جولتهم العالمية، كون الفرقة بالأساس كانت مدعوة للأداء في المملكة العربية السعودية من قبل العاهل السعودي. وخلال العرض أظهر BTS جانبهم الجيد والمحترم، وذلك من خلال تغييرهم للعديد من الرقصات لأخرى ملائمة للدولة والدين، كما تجنبوا العديد من السلوكات الأخرى كالانحناء وغيرها. كون الانحناء عند المسلمين يكون فقط لله سبحانه وتعالى، بالإضافة لأنهم تكلموا بكلمات عربية عديدة والتي من الواضح أنهم تدربوا عليها كثيرا. شكرا شكرا قويتكم آمين. Army. After. 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 Yurzakum Ismauni. Army Gano Mauna. Army. Uhibukum. Uhibukum. Sana hewa pachimi. I'm your Amal, and I'm your Jamal. Sana hewa ya zame pachime. في الحلقة رقم 97 في ران، والتي كانت حلقة دردشة ومرح بين الأعضاء، تم سؤال شوغا من قبل الأعضاء عن ماذا أكل أمس، وأجاب هو أكل حلال، كما ذكر أنه دائما ما يفضل تناول طعامه في المطاعم الحلال، بالإضافة لأنه ذكر مسبقا مطعم حلال يا رفاق، وهو مطعم شهير في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم الأكل الحلال للمسلمين. هذا لا يعني أنه مسلم أو شيء من هذا القبيل، وإنما فقط يحب الأكل الحلال. في وقت سابق قام نامجون ببث على في لايف لكي يعرض للمعجبين المجسمات التي يجمعها في الاستوديو الخاص به، وقد أجاب خلاله أيضا على بعض أسئلة الأرميز، لكن ما لفت أنظار المعجبين العرب هو مجسم صغير يصف تحرير فلسطين للفنان الجرافيكي الإنجليزي بانكسي الذي عرف بدعمه لفلسطين. والمختلف في الأمر أنه ذكر فلسطين باسمها الأصلي وليس بإسرائيل كما يدعوها الناس حول العالم الآن، بحيث عرف المجسم بمجسم من صنع بانكسي عن فلسطين. كما وفي هذا الشهر نشر تايونغ فيديو على ويفرس بعد أن توصل بجائزته من الويفرس، وكان من ضمن المجسمات الموضوعة خلفه مجسما لدعم القضية الفلسطينية والذي يرجع أيضا للفنان بانكسي. والذي رسمه جيمين أيضا ونشره مع الأرميز سنة 2015.
هنا عندما تقدمت أرمي لالتقاط صورة مع الأعضاء لم يلمسوها وحافظوا على مسافة بينهم، وهذا خير دليل على احترامهم للأرميز المسلمين. وهنا نفس الشيء، ويقال أن جاي هوب هو من أخبر الأعضاء أنهم عليهم عدم لمسها كونها مسلمة واحتراما لدينها. عندما كانوا BTS يتدربون فوق المسرح لأداء أحد العروض الموسيقية، ظهر تايهيونغ وهو يرتدي لباسا إسلامي، وهي بدلة تقليدية ماليزية يرتديها الرجال المسلمين، وهذا من حسن تواضعه واحترامه للثقافات والأديان. خلال عرض الرياض الذي ذكرته مسبقا، توقفت فجأة الموسيقى بسبب الآذان، وهذا يدل على التخطيط المحكم والدراسة الطويلة قبل التأدية في الرياض لكي لا يخيبوا ظن المعجبين بخطأ قد يضر دينهم. ليس من الغريب على BTS التبرع بالمال، وقد سبق لهم أن تبرعوا بملايين الدولارات لفائدة الدول الفقيرة والأطفال المحتاجين، كما ودائما يتبرعون لفائدة الخيريات والجمعيات الإنسانية. وهنا تبرع BTS لفائدة اليمن ب2 مليون دولار، مما يعادل 7 مليون ريال سعودي وملياري دينار عراقي، والتي سوف تستخدم كمساعدات غذائية لأطفال اليمن. من خلال التجهيزات التي تمت بها الفرقة قبل التأدية في الرياض هي توفير وتجهيز غرفة للصلاة لكي يتمكن الحضور من عدم تفويت أي صلاة من الصلوات الخمس. في مقابلة مع قناة KBS بالعربية، تم سؤال BTS عن رأيهم في الفتيات العربيات، وهكذا كان ردهم. رأيهم بالفتيات اللاتين اللواتي يرتدين حجاب. 사실 이 팬사인회나 이 음악 방송을 하시면 굉장히 히잡을 쓰고 계신 분들이 많이 오세요. 히잡 같은 걸 굉장히 머리에 쓰시고 이 정말 예쁘시기가 되게 어렵잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 미모를 빛내주신 분들이 너무 많아요. 네. 그래서 보면 깜짝깜짝 놀랍니다. 네. 그래서 아랍 여성분들이 특히 그 눈이 예쁘잖아요. 그러니까 이렇게 다 가리셨는데도 제가 봤을 때는 너무 아름다우셔가지고 그거를 조금 가려야지. 한국에서 약간 너무 눈빛일 수가 있으니까. 그런 이유가 아닐까. 일단 너무 빛이 나기 때문에 눈이 너무 예쁜 것 같아요. 진짜 맞을 것 같아요. 방탄소년단 في ألبوم ترسيم الفرقة اكتشفت أرمي أن تايهيونغ يرتدي سوارا مكتوب عليه بخط واضح بسم الله الرحمن الرحيم. لحد الآن لا أحد يعلم المغزى وراء ذلك. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومتابعتي على الإنستغرام، ونلتقي في الفيديو القادم.